السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في هذه التغطية الخاصة حول واقع المرأة العربية على ضوء التغيرات السياسية الحاصلة في الوطن العربي. نناقش ذلك والعالم يحتفي باليوم العالمي للمرأة. فما هو واقع المرأة العربية؟ إلى أين وصلت؟ وما هي المكاسب التي حققتها على الصعيد السياسي؟ هل كان الربيع العربي الذي شاركت فيه المرأة بقوة نعمة على وجودها السياسي؟ أو أنها بمساهمتها فيه وضعت حجارة في طريق تقدمها إلى الأمام؟ وفي المقابل، هل المرأة فعلا جاهزة وحاضرة بقوة لتؤدي هذا الدور الريادي في ظل التغيرات السياسية الحاصلة في العالم العربي؟ هل الجو فعلا مناسب وسط كل هذه التحديات التي تطرحها الساحة السياسية على مختلف الأصعدة؟ هذا هو محور النقاش مشاهدينا الكرام، ولنفتح النقاش اليوم معي ضيفتي في الأستوديو. معنا الأستاذة منجية العبيدي الباحثة والحقوقية، نرحب بك، ومعنا الأستاذة بارعة عالم الدين الصحفية في جريدة الحياة اللندنية، نرحب بك أستاذة بارعة. طيب، شكرا لك. السؤال ربما الأول الذي يخطر على البال والذي يفكر فيه الكثير الآن مع الظروف التي تمر بها الأمة العربية والوطن العربي بصفة عامة، نسأل عن الواقع العربي بصفة عامة، واقع المرأة العربية. نبدأ بالأستاذة منجية، تفضلي. شكرا لك بسمة على الاستضافة أولا. ثانيا، واقع المرأة العربية كيف أبدأ ومن أين أبدأ؟ لا أريد أن أكون متفائلة جدا ولا سوداوية النظرة، ولكن أريد أن أقف بين هذا وذاك، بين هذا الحكم وبين ذاك الحكم. المرأة العربية عندما نقارن بنسب مثلا حضورها في البرلمانات قبل الثورة والآن، ربما إذا قمنا بمقارنات هيك، مقارنة أرقام فقط، ربما يصاب الإنسان بنوع من الأحباط ويقول أنه مثلا في تونس كانت نسبة مشاركة المرأة في برلمان بن علي كان 28%، ولكن بعد ذلك أصبحت 25%. ولكن ثم نقطة مهمة جدا، وهو أنه المرأة العربية الآن بعد الثورة أصبحت تتلمس مثل الرجل العربي، تحث الخطى وتتهجى حروف الديمقراطية اليوم. طيب، خلينا نسلط الضوء فقط حتى المشاهدين تكون عندهم فكرة على المرأة كيف كانت قبل ثورات الربيع العربي، قبل أن يحرق البوعزيزي نفسه البر في عهد بن علي، كيف كانت المرأة، مشاركة المرأة كيف كانت، حتى نستخذ فسحة وتقارن بين المرحلتين. تفضل. تلك الأعداد الهائلة والجماهير الغفيرة من النساء ومن الرجال التي خرجت لشارع حبيب بورقيبة وقبل ذلك في سيدي بوزيد وفي القصرين، وقالت بصوت عالي لا للنظام الاستبداد والديكتاتورية، النظام اللي كان العالم كله بما في ذلك العالم الغربي ربما خاصة العالم الغربي يتصور أنه جنة على وجه الأرض. عندما خرجت المرأة بذلك الصوت المرتفع لتقول لا، فتلك الحركة وذلك الفعل يعكس كلاما كثيرا كان في حلق المرأة قبل الثورة لم تقله ولم تستطع أن تقوله، مثل الرجل ربما أسوأ، لأن مجتمعاتنا الطريقة التي تعامل بها مع المرأة مش مثل الطريقة التي تعامل بها مع الرجل. يعني إذا الرجل لحقه الظلم ولاحقه الاستعباد والاستبداد، دائما المرأة لها نصيب أكثر، لأنه المجتمع ينظر إليها نظرة ليست كنظرته للرجل. إذن تلك الآهات التي خرجت وتلك الصيحات في الشارع لخصت كل شيء، لخص ما لم يكن يعرفه الناس، ما لم تكن تعرفه الصحافة الغربية، ما كان يغض عنه الطرف الكثير من السياسيين في العالم، وأنه المرأة العربية كانت تعيش في جنة على وجه الأرض، وهي ليست كذلك، بدليل أنها خرجت لتقول لا. عندما أقول المرأة التونسية أقول أتحدث عن المرأة في الأرياف. نعم. وربما أنا يعني شخصيا أود أن أركز على المرأة التي غائبة الآن في حسابات الجميع. نعم. المرأة الكادحة في الأرياف التي كل من على صوته ووجد من يدعمه سياسيا ويجعل جعجعة عالمية لتتحرك بقضيته وتسيسها وتقوم بكل ذلك، فهو محظوظ ما يكفي. أما المرأة تلك الكائن المهمش في الأرياف، نعم، التي لا يسمع صوت أحد، هي الآن اللي ما زالت
تعيش تقريبا وضعا مشابها وقاسيا جدا، صح. لانه كل الناس صارت الان كل الطبقه السياسيه صارت تقتل بعضها البعض وصارت تتجاذب، نعم، كل تجاذب هذا حركه جذب الشد وجذب. ايضا اوجهه الى ضيفتي، وانت صحفيه وتقفين على مختلف العناوين، كيف ترين واقع المراه؟ نتكلم قبل ثورات هذه العربيه، كيف كان واقع المراه؟ هل فعلا كانت مدمجه؟ هل وجودها كان فعليا او فقط كميا، اي فقط لملء القوائم او ربما لكي يقدم نظره بان هناك جانب معين من الديمقراطيه في العالم العربي؟ تفضلي. اولا اسمح لي انني اجد صعوبه بالفعل عندما نتحدث عن المراه وكانها عنصر غريب عن المجتمع. المرأة هي الأم والأخت والزوجة، وهي بالفعل نواة المجتمع بشكل عام. المرأة أعتقد قبل الثورات العربية كانت نواة تقدم، كانت تتقدم باستطراد نحو التعليم ونحو العمل ونحو المزيد من الحقوق حتى في الريف. يعني أنا أعلم أننا نحن على سبيل المثال في لبنان لدينا أيضا المرأة الريفية، مع أن هناك صورة ربما على المرأة اللبنانية وهي في المدن. نحن لدينا المرأة الريفية التي تعمل في الحقل أيضا والتي تعمل في المصانع، ولكن أنا أعتقد أن مشكلة المرأة الكادحة العاملة هي نفسها إذا كانت في المدينة أم كانت في الريف. مشاكلها القانونية العويصة إلى حد كبير والصعبة هي نفسها. المرأة العربية التي تفقد الثقة بنفسها هي أيضا نفسها في تونس وفي المغرب وفي لبنان وفي فلسطين وإلى آخره. ودائما دائما عند حدوث أي شيء المرأة هي الضحية الأولى في كل شيء. ومن المؤسف القول أن هناك نوع من أسلمة المجتمعات العربية، وهناك نحو يعني اللجوء إلى الدين أكثر وأكثر وأكثر، وهذا شيء جيد لأن الحمد لله ديننا الحنيف الإسلامي هو دين العلم ودين الثقافة ودين الحق، وهو أعطى المرأة الكثير. والمزعج أن ما أعطاه الدين الإسلامي المرأة أخذها منه المجتمع، وفي كثير من الأحيان رضيت هي بهذا الواقع، ربما لأسباب عديدة، منها عدم ثقة بالنفس، منها عدم الثقافة أو التعليم الكافي، ومنها سيطرة الرجل على المجتمع. أنا أعتقد أن المشكلة الكبرى هي إرادة المرأة. عندما تريد المرأة أن تثبت نفسها تستطيع أن تثبت نفسها. والمرأة، لا، أنا لا أتحدث عن المرأة التي تعمل فقط المدرسة والدكتورة والطبيب والممرضة والمحامية وإلى آخره، ولكن المرأة التي تعمل في المنزل هي أيضا مرأة عاملة، لأنها تعطي الفرصة للرجل للذهاب وهي تقوم بأعباء المنزل. أنا أعتقد أن على المرأة أولا وأخيرا خلال الثورة وبعد الثورة وقبل الثورة مواجهة نفسها والرجوع إلى نفسها والبحث عن إيمانها الحقيقي بدينها وبقيم هذا الدين، وثم إيمانها بنفسها وبدورها ليس فقط في وطنها ولكن أمتها بشكل هناك عام. هناك نقطة ربما يغفل عنها الكثير، يطالبون المرأة أن تكون فاعلة وأن تشارك وأن تكون يعني عندها مكان ومرتبة في المجتمع نتاعها وتكون فاعلة، ولكن في المقابل لا توجد تلك الثقافة السياسية. المرأة في حد ذاتها ما عندهاش ذلك الوعي السياسي، فلكي يكون هذا الوعي السياسي يحتاج إلى إعلام، وكما نشوف احنا الاعلام تقريبا لو تجمله كله تجد بانه موجه للتثقيف، ليس للتثقيف ولكن للترفيه. تجد المسلسلات هذه التركيه وتجد التي تاخذ اكثر، ممكن مسلسل واحد ياخذ اكثر من ساعتين وفيه حلقات وفيه يعني مسلسلات طويله، ولكن في المقابل تجد البرامج التثقيفيه اللي توعي المراه بدورها غير متواجدة. لماذا هذا؟ نعم، أنا أعتقد أن الإعلام العربي يعيش أسوأ أيامه إلى حد كبير، لأن هذا الإعلام أصبح موجها. كل حزب له جريدة وتلفزيون وراديو، كل فئة لها جريدة وتلفزيون وراديو، وكما تقولين هناك محاولة لتسخيف قضايا، خاصة قضايا المرأة. إذا نظرت إلى المجلات والصفحات
الجرائد التي تهتم بالمرأة لا تبحث عن قضايا المرأة الحقيقية، هي تتحدث عن الممثلات والممثلين، مع احترامي الكبير لهن واحترامي الكبير للفنانات، ولكن هذا ليس فقط حياة المرأة، الفن والرسم والغناء والرقص جزء من حياة الإنسان العربي، الرجل والمرأة، ولكنه ليس حياته بأكملها. ومن هنا أنا أعتقد أن على المرأة أيضا أن لا تشتري هذه المجلات ولا ألا تنظر إلى هذه المسلسلات بشكل عام. أليس له دور في توزيع هذه طبعا. إذا يريد أي مرأة مثقفة ومرأة فاعلة في المجتمع عنده رسالة قوية يمكن أن يرسلها عبر الصفحات الإلكترونية، عبر التلفاز، برامج تثقيفية اللي تجعل المرأة أكثر وعي بدورها، ما تكونش فقط منحصرة في الدور الممكن يعني للعادات والتقاليد وضعتها فيها. نعم، هي بالواقع علاقة ذات حدين، هناك من يقرأ وهناك من يكتب ليقرأ هؤلاء أو من ينشر. هؤلاء معظم الذين يملكون هذه الصحف والمجلات والتلفزيونات تجار، هم ليس لا يعتبرون أن لديهم رسالة. أنا أعتقد أن على المرأة أن تثقف الإعلام أيضا. أنا لا أبرئ الإعلام أبدا، بالعكس أنا أدين الإعلام وخاصة الإعلام النسائي، ولكن أعتقد أن على المرأة أيضا دور. لا يكفي أن نجلس في أماكننا ونتحدث ونقول نعم الحق على المجتمع، الحق على الدولة، الحق على الحكومة، الحق على الإعلام، نحن أيضا علينا واجبات وعلينا مسؤوليات. نعم أستاذة منجية، ما رأيك في دور الإعلام على الأقل لو نحصرها في تونس قبل الثورة، كيف كان تأثير الإعلام على الشريحة النسوية المتواجدة في تونس؟ أشكرك على يعني إثارة مسألة الإعلام في عالمنا العربي اللي هو هي الكارثة والطامة الكبرى هو إعلامنا، وأنا أقولها يعني بكل صراحة، يعني أعتز بكلام السيدة الفاضلة الأخت بارعة، وأتمنى يعني بصراحة أتاني هيك إحساس أتمنى لو أنها كانت تونسية لتساهم أنا في تونسية تلقي. والله أنا عربية في قلبي أنا كل لا يعني أنا قصدت أنه أتمنى من أمثالها أن يكونوا على البلاتوهات في التلفزيونات، لأنه نحن عندنا في تونس رداء بالفعل. إعلامنا لم يعش الثورة. الثورة حصلت في المجتمع، قام بها الشباب، شيئا فشيئا تحصل في أذهنة الناس الآن، يعني يتعودون على الأساليب الجديدة في الحياة، في قبول الآخر، يعني بأشكال متفاوتة، ولكن الطامة الكبرى هو أعلامنا. أعلامنا يزيد الطين بلة. لماذا؟ لأنه يحاول أن يقسم المجتمع حتى فرقعات أعلامية كبيرة من مواضيع بسيطة جدا. أعطيك مثالا بسيطا جدا جدا، منذ أشهر حصلت حادثة اغتصاب في تونس، حصلت فرقة إعلامية كبرى، ووجدنا إحدى الناشطات تخرج على قناة فرنسية دولية وترتدي قميصا مكتوب عليه إنه الاغتصاب مسبوح به قانونا في بلدي أو شيء من هذا القبيل باللغة الفرنسية. هل يعقل هذا؟ هل هذا إحساس بالمسؤولية؟ ألا يوجد مغالطة كبرى؟ ألا يوجد كذب على الناس بهذه الطريقة؟ سيدة بارعة، أنت تعيشين هنا وتعرفين عدد حالات الاغتصاب. نعم فظيعة حالات الاغتصاب. عندنا في فرنسا مثلا، هي نفس القناة اللي عرضت هذه البنت، من فرنسا تتصدر حالات الاغتصاب حسب الإحصاءات التي تحصلنا عليها، وبذلك أيضا توجد السويد. يعني لا يوجد على الواقع أبدا ما يثبت على أنه في دولة تتبنى الاغتصاب، أو أنه الدولة لتغطي عن عجزها أو حكومة لتغطي عن عجزها تستعمل الاغتصاب. هذه حالات تحصل فردية ويجب أن نتعامل معها كحالات فردية، لا أن نجعل منها فرقعات إعلامية ونشوه بها ونشتت أفكار النساء، لأنه المرأة التي أنت تلعبين بقضاياها بهذه الشكل، بدل من أن تعالج المسألة من الناحية القانونية، يعني فرصة هي كيف نحمي الفتيات من الاغتصاب، كيف نجبر بخاطرها هذه البنت، كيف نتعامل معها، كيف نعالجها، كيف نقنع أهلها هذا إذا حدث فعلا حالة اغتصاب، لأنه بعدين تبين تسربت أشياء أنه فما أشياء كانت مخفية، ولذلك لم تخرج الإعلام هذه الأشياء. الإعلام لا يخدم قضايا المرأة الآن، يركز على أشياء جانبية. يا سيدتي، في تونس أو في مصر أو غيرها، وربما أتحدث أكتفي بالحديث عن تونس لأني أعرفها جيدا، ليست قضيتنا قضية ختان البنات، ليست قضيتنا قضية تحجيب النساء،
ليست قضيتنا من يصوم ومن لا يصوم، ليست قضيتنا لباس المرأة ماذا تلبس وماذا لا تلبس. ها نحن نجلس على طاولة واحدة، لا فرق بيننا، ولا يوجد ما يثبت أنني أذكى منك وأنك أذكى مني، ولكن أحترم وأنت على رأسي أكثر مني. نعم هذا هو، أو أنا أو أنني أكثر، أو أنك أكثر حداثة مني، أو أنا أكثر حداثة منك، أو أنني أكثر إيمانا منك. يعني هذه الأشياء، هذه أوهام، أنا أعتقد أنه أوهام، وتدل إن دلت على شيء فهي تدل على عدم نضج، على عدم نضج لدى الطبقة السياسية ولدى مكونات المجتمع التونسي الذي أهدت له القاعدة الشعبية، أهدى له الجمهور، جمهور الشباب المهمش الآن أهدى له هذه الثورة على طبق من ذهب، ولكنه بعد ذلك أصبحت نأس تأكل بعضها البعض، وتجاذبات سياسية وتسييس لأهم القضايا التي تخص المرأة. كيف أثق فيك أنا عندما تأخذين قضيتي لتتاجري بها؟ كيف لتغالط الرأي العام؟ تجر بها إلى حد أكيد، ولكن حتى لا ندخل في نعم. في ملابسات نعم. ما بعد الثورة، حتى نبقى في ما قبل الثورة وما حدث خلال الثورة، نأخذ وجهة نظر أخرى. تنضم إلينا الناشطة الحقوقية والأستاذة الجامعية زينب عزوز. مرحبا بك أستاذة زينب. مرحبا بك، مرحبا بالضيف تاعك سي بسمة. تسمعي فيا مليح؟ نعم نسمعك فيك مليح. ومحور النقاش اليوم حول المرأة، أنت كأستاذة جامعية وربما تعايشين بشكل يومي مع طالباتك في الجامعة، كيف تقفين على واقع المرأة في الجزائر؟ تفضلي. أنا أختي ما نعرفش إلا بالمناسبة بتكلمي معك هذا الحصة ولا لا، ولكن أنا من الناس اللي ما نحتفلش وما نعتبرش نفسي معنية هذا في مارس ولا في المرأة، وهذا مش يعني بدي ما كانش مشاكل تاع المرأة ولا ما كانش، ولكن الخطاب هذا تاع في مارس خطاب فيه بزاف من التلاعبات، وهو استعمار نوعا ما نوعا ما احنا بعاد به بزاف في مارس. في مارس ضربوا نساء تاع 75 سنة، وربما اللي كانوا يضربوا كانوا ثاني نساء. احنا نقدموا شاركوا في النضال ضد الاستعمار. نعم تسمعينني، معناها ان المرأة كانت حاضرة بقوة ايضا وقت الاستعمار الفرنسي، وساهمت الى جانب الرجل جنبا بجنب في اخراج المستعمر والحصول على الاستقلال. فما هي الواقع اللي وصلت ليه الان المرأة؟ كيف تنظرين انت كأستاذة جامعية لواقع المرأة؟ هل ترين انها مهمشة ومبعدة؟ هل ترين انها مفعلة؟ تفضلي. مستعملة، شوفي سمحي لي، أنا حنا نذكرك بواحد الكلمة كتب عليها بزاف فرانس فانون، معروف طبيب معروف سنة القضية الجزائرية، هو سان سيكياتر، نعرفوا حنا بزاف الجزائر وتعرفوا، كان يقول لو كان نقول لك الكلمة هذه ربما اللي في الناس يفرحوا يقولوا نعم نعم هي، ولكن هو كان يحلل كلمة أيون لي فام لو غيست سويفغا، جيبوا النساء معاكم والباقي ما كانش الرجال، الباقي يلحق. شكون اللي قالها الكلمه هذه؟ قالوها في الربعينات وقت الاستعمار، وقت ما فهم بلي كاين مشكل في الجزائر وكاين مقاومه، ورغم ما قتلوا ما لكن المجتمع يقاوم. كاين عندهم باحثين ديزيتنولوج، تعرفي بلي فرنسا ما خدمتش غير بالسلاح، خدمت بزاف ما يسمى ديزيتنولوج، وكان يقولوا لهم ساهموا في المجتمع هذا تاع المجتمع الاسلامي، المجتمع العربي، المجتمع المغربي البربري، الى حد تحطموا لازم تدخلوا لدارو، ولازم تدخلوا من حاجه الفرنسا نتاعهم هي المراه. طيب والان استاذه زينب، الان يعني المراقبين للوضع السياسي في الجزائر قالوا بان النظام في حركه استباقيه، قب في خضم هذا الربيع العربي يمينا وشمالا قام بحركه استباقيه وقدم المراه وفتح المجال لمشاركتها وفتح القوائم للاحزاب واجبرهم يعني على ان ياخذوا شريحه من النساء على القوائم، وربما رفع الشعار نواعم لملء القوائم، وبالتالي وصلت المرأة إلى البرلمان. فالآن هناك كثير من الشعارات ترفع بأن المرأة ربما غير ليست لديها الكفاءة الكافية لكي تدير شؤون الحياة البرلمانية وكذلك لاتخاذ القرارات والتشريع. فما رأيك أنت أستاذة زينب؟ بالقوسين الناس اللي يقولوا الكلمة، يعني ترى عندنا برلمان احنا يستاهل الكلمة ثانية، ولكن هذه تعجب النساء، و30% نتاع رجعت الى اخي كلينتون قالت لهم انا الحق نشوف النساء، هذا معيار نتاعنا وشنو حابين نشوفوا النساء لي فيغورونس كيما تحبي، ولكن اللعبه السياسيه بالنساء ولا بالرجال منعدمه.
الشيء اللي هو جديد اللي قاعده نقول لك فيه، لكن النظام باش يكسرك لازم الشرائح نتاعك الكل يفسدها ويدخلها معاه. لازم يدخل البطال ولازم يدخل الفقير ولازم يدخل، لازم يوسع في جدار الكونتاجون نتاعو اللي يخدم بهم. والمراه عنصر لازم تتولى توسخ ويدخل في اللعبه، ما يقدرش يخلي هو عنصر بعيد وربما في وقت ما يقدرش يعرف يحكم فيه يتحكم فيه كلش، تخرج ويخرج العنصر المثلي هذا اللي عمره ما تمسخ، عمره ما كلا، عمره ما راح في التغيير، عمره ما راح في الفساد، غير يخرج. لا ما يقدرش. هو الشباب المرأة كشريحة يخدم بها فقط. وفيك يدخل قال حنا بلد متطور، في ذلك تطور هما عندهم قروا باللي الديمقراطية هي انتخاب، وقروا باللي الديمقراطية لازم يكون فيها العنصر المثلي. طيب شكرا لك جزيل الشكر زينب عزوز الأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية. أدخلتنا زينب عزوز إلى خضم السياسة والمشاركة السياسية. كما كنت أتكلم مع زينب مؤخرا في الجزائر كانت مشاركة كبيرة للنساء في السياسة، في اخترنا في قوائم انتخابية ودخلنا بمقتضى ذلك إلى البرلمان، ولكن الوسط السياسي والإعلامي فاجأ المرأة بهجمة شرسة، مجموعة من الانتقادات يقولون المرأة غير مكونة بما يكفي، المرأة ربما البعض اللي دخلوا للبرلمان ليسوا بفاعلين في المجتمع، ليس لديهم خبرة، كيف سيقدمون على تشريع القوانين واتخاذ القرارات؟ فما رأيك أستاذة بارعة في هذا الأمر؟ يعني أعتقد أنه أيضا نعود إلى نظرة الرجل وتسخيف دور المرأة ومقامها. أنت تعلمين أن في الجزائر يعني ومنذ زمن بعيد هناك سيدات مثقفات ومتعلمات وشاركنا في تحت الاستعمار وكان لهم دور كبير في الثورة، وأنا متأكدة أن لهم ده. أنا أعتقد أن على المرأة عدم الانتباه أصلا إلى مثل هذه نواعم، وهل نحن نصف الرجل عندما يأخذ مركزا بالخشن أو نعم. أنا أريد أن أشاركك في شيء. أنا كنت أزور الرياض قبل أسبوعين في الواقع، ودعيت من قبل جمعية تدعى جمعية النهضة الخيرية، وهي جمعية عريقة جدا تحتفل بعيدها 50، وهي تمارس دور غريب في المجتمع البحري السعودي، تأخذ العائلة كما هي وتعلمها وتثقفها وتعطيها منزل وتواكبها إلى القبر، فإذا لها دور كبير. وهناك التقيت بسيدات مجلس الشورى السعوديات، شعرت بفخر كبير 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 جدا، وأنا أجلس وأمامي على المسرح تجلس حوالي 20 سيدة سعودية، أقل واحدة منهن ربما كانت تحمل يعني موقع الدكتورة طبيبة. هنا كانت العاملات في الحقل الإنساني الكبير، وكانت بينهن سيدات مجلس من جمعية النهضة، وكانت باحثات في السرطان وباحثات في العلوم، ويعني وأنا نظرت وشعرت بالفعل أنني وكنا يتحدثنا عن أمور المرأة الحقيقية. لم يتحدث أحد لا عن الأزياء ولا عن السينما ولا عن الخدم ولا عن الطباخين. كانت هناك بالفعل قضايا تبحث لها دور جوهرية. أساسي وجوهري في حياة المرأة. دعونا لا نسمع إلى ما يقوله الإعلام، وأنا إعلامية وهذا يضر بي إلى حد كبير، ولكن أنا أقول أن المرأة عليها أن تعي من يتحدث باسمها وما هي قضاياها. كفانا الالتفاف إلى الأمور السخيفة والتافهة والمسلسلات وإلى آخره. نحن أمام وضع حقيقي. المرأة كما تعلمين هي التي تربي الرجل، وأنا أعتقد أننا لو نحن النساء كنا سويات وربينا الرجل على أن المرأة سواسية معه وأن لها نفس الواجبات ونفس الحقوق، أنا أعتقد أن مجتمعاتنا بالفعل ستصبح مجتمعات مسلمة بالفعل والقول. نحن نعلم أنه لا يمكن، وهذا ربما شيء كلاسيكي نقوله دوما ولكنه حقيقي،
الطير لا يرفرف بجناح واحد. المرأة تمثل أكثر من 50% من المجتمعات العربية، وإذا نحن سخفنا وألقينا على هذه المرأة عبارات سخيفة، النواعم والرشيقات والجميلات، نعم نحن نواعم، نعم نحن رشيقات، نعم والحمد لله أعطى بعضا منا الجمال، والجمال هو جمال النفس وليس جمال الوجه. إلى جنب كل هذا، إلى جنب، نحن لدينا عمل جدي وحقيقي، علينا أن نشارك في بناء أوطاننا وأماتنا. طيب أستاذة منجية، نواعم لملء القوائم، نظام الكوتا، ما هي ما قراءتك في هذه السياسة التي تعتمدها بعض الأنظمة فقط لكي تظهر بمظهر الديمقراطي، تقوم بإجبار الأحزاب على أن تملأ القوائم بنساء نسبة 30% نسبة 20%، المهم تكون نسبة موجودة للنساء بغض النظر عن كفاءتهن، بغض النظر عن وجودهم أو خبرتهم السياسية. هذه نظام الكوتا معمول به قبل الثورة العربية، معمول به في بعض الأماكن الأخرى، حتى هو للتشجيع أصلاً. للتشجيع، لأنه أنا في الواقع كنت ضد هذه الفكرة، لأن دائما كنت أقول إنه المرأة مثلها مثل الرجل، يعني تتقدم ترشح اسمها، تضع اسمها وترشح نفسها وتقوم بحملتها ولكن ما لاحظته إنه عقليتنا ما زالت لم تستوعب أشياء كثيرة. عقلية المجتمع العربي، المرأة ما زالت في ذهنية البعض غير قادرة على أنه تصنع شيئاً، غير قادرة. ولا ألخص، أنا لا أتحدث هنا على الإسلاميين، لأنه هذا ما يريد البعض أنه ترويجه، وأنا لا أعتقد أن هذا صحيح، لأنه عندما ننظر في تونس مثلاً أنه الأحزاب، وضعية المرأة في الأحزاب غير الإسلامية ليست أفضل حالاً، حتى وجودها وحتى زعامات الأحزاب السياسية خارج الحكومة ولا خارج الحاكمين الآن، ليست في المعارضة، لا تجد كثير من الزعامات النسائية. فوضع الحال من بعضه مثل ما نقول، الكل من حال من بعضه ويتحمل المسؤولية الجميع. أنا أعتقد أنه نظام الكوتا مثلا، إحنا في البرلمان التونسي الآن، المجلس الوطني التأسيسي، كان فما شيء قامت به هيئة الانتخابات، الهيئة المستقلة للانتخابات قبل الانتخابات أكتوبر 2011، وفي الواقع هو كان الهدف منه، الواضعوه كانوا يهدفون إلى إحراج الإسلاميين، فهذا نقول يعني كان، لأنه باعتبار أنه في ذهنية بعض الفئات في تونس أنه الإسلاميين ليست لهم كفاءة نسائية، وخاصة أنه على ما روج أنه الإسلاميين، وأنا أقول دائما أنه لا نضع كل العلمانيين في سلة واحدة، لا نضع كل الإسلاميين في سلة واحدة، كل التجارب تختلف عن بعضها البعض، ولا يمكن أن نسقط تجربة ما على تجربة أخرى، وإلا لا أسقطنا حتى الأنظمة التي سقطت، الشيوعية وغيرها، وجدار برلين اللي سقط، والأحزاب السياسية التي غيرت أسماءها، اللي كان عنده شيوعي شال كلمة شيوعي، يعني إذا كنا نريد إسقاط التجارب السابقة سواء من اليمين ولا من اليسار، فهذا خطأ لن يفيد مجتمعاتنا. أنا أقول لك أنه عندما اهتدت أو باقتراح أو كان فيه معناها سعي إلى إحراج الإسلاميين، وأنه الإسلاميين ستكون قوائمهم منفارغة من النساء، باعتبار أنهم يريدون رجع المرأة إلى البيت، ولن يرجع أحد. أنا أقول لك لن يرجع أحد المرأة التونسية إلى البيت، مهما، لا إسلامي ولا غيره. المرأة التونسية بلغت من الوعي ومن النضج، لن يتحكم فيها. هذه الفكرة التي كانت تروج لها الأحزاب العلمانية، ولكن نرى أنه ثم أظن يعني عدد كبير من النساء، أكثر من 40 نائب في البرلمان من النساء من الإسلاميات. طبعا تقييم الأداء، لا أدخل في تقييم من هو أفضل من هذا، الرجل أفضل من المرأة، أو نساء الإسلاميين أفضل أو النساء العلمانيات أفضل، لا أريد أنا أن أقسم المجتمع إلى هذه، يعني لا أريد أن أصنفه هذه التصنيفات، لأنه هذه التصنيفات لن تطورنا نحن كنساء، ولن تطور مجتمعنا. أنا أعتقد أنه طيب جيد انه نظام المناصفه، يعني هذيك طريقه المناصفه انه فيه امراه ورجل، ولكن مع ذلك على الواقع لم نجد شيئا، لم نجد نتيجه بالفكره الاولى التي يعني وضع بها هذا القانون، لانه نجد ما زال عدد النساء في البرلمان اقل بكثير من النصف. اسمحي لي اخت منجيه اذا ممكن، أنا ابنتي محامية تعمل في مجال حقوق الإنسان. نعم.
وطلب منها أن تذهب إلى تونس لتدريب قضاة تونسيات وأيضا رجال قضاة، ووجدت أن القضاة النساء يأتين إليها ويقول نحن نعلم أن والدتك صحفية، نرجو أن تقولي لها أننا خائفات، خائفات أن هذا الحكم الذي يوجد اليوم، يعني النهضة بصراحة بعبارة تانية، أن ربما تأخذ من بعض ما وصلت إليه المرأة التونسية، لأن المرأة التونسية معروفة أن بورقيبة بالفعل أعطاها الكثير، واستعملها بن علي ليقول للغرب أنني أوظف النساء إلى آخره، وهذا شيء في الواقع معروف. لكن أنا ما أريد أن أقوله أن المرأة في تونس وهي قائدة وفي البلدان العربية الأخرى لابد أن نستفيد جميعا من تجارب يعني بعضنا نعم، ولكن علينا أن نعرف حقوقنا ما أينما كنا. وأنا سعيدة أنك قلتي أن تونس المرأة التونسية لن تعود إلى الوراء، لأنها هي مثال بالفعل للعديد من السيدات والنساء العربيات. هو كله يتعلق بتركيبة المرأة نفسها، تركيبة المرأة التونسية، إنه وصلت يعني عندما سقط جدار الخوف والصمت يوم خرجت يوم في الثورة، يعني أنت لما يكون إنسان خائف إذا راحت عقدة الخوف راحت لن ترجع، يعني لن ترجع أبداً، الفضل يعود فيه يعود للمرأة نفسها. نعم. نعم. وليس لأنه أحد سيوصلها إلى بر الأمان، ولكن هي نفسها تركيبتها. نعم. بعد فاصل قصير مشاهدي الكرام ونستكمل هذا الحوار، فابقوا معنا. يعطيكم الصحة ما شاء الله. بكم مجددا مشاهدي الكرام، وأجدد الترحاب بضيفاتي الكريمات هنا في البلاتو. إذن وصلنا إلى النقاش حول الثورة، بدأنا بواقع المرأة قبل الثورة، والآن نريد أن نتكلم على دور المرأة في الثورة. أستاذة منجية، كيف ترين أنتك في تجربة تونسية التي كانت هي التجربة الأولى وهي المفتاح الثورات العربية، كيف ساهمت المرأة التونسية في ثورة الربيع العربي؟ ربما التجربة التونسية، تجربة المرأة في الثورة التونسية على أهميتها وأنها الأولى يعني في العالم العربي، وأنها أعطت فتحت باب الأمل وأعطت يعني ضوءا أخضر لكل المقموعين في بقية الدول العربية حتى ينتفضوا على الظلم وحتى يكسروا جدار الخوف الذي سكن وعشش في قلوب النساء وبقلوب النساء الرجال أيضا لعقود من الزمن في كل الأقطار العربية، ولكنها أتت بأقل الخسائر ربما، لأنه حتى عدد الشهداء الثورة ليس بعدد ما وجد في ليبيا مثلا. وعندما أصل إلى ليبيا لا أتحدث وأذكرك بسمة وأذكر كل المشاهدين بالسياسة الممنهجة للاغتصاب التي اعتمدها القذافي في لكسر إرادة الثائرات وكسر إرادة الثوار. تحضرني الآن صرخات العبيدي ذيك، والله نسيت اسمها، لقبها العبيدي، كانت تلك التي ما زالت في أثار الاغتصاب واستغلت فرصة وجود صحفيين أجانب في النزل. نعم. وخرجت نعم كنا نذكرها صحيح. وخرجت وصاحت أمام الإعلام. وتلك من أنا عندما نظرت إليها قلت من أين أتت بتلك القوة في مجتمع ليبي، يعني المجتمع الليبي مختلف عن المجتمع التونسي،
ومن أجل أن تفضح النظام ومن أجل أن تفضح سياسته المنهجة لكسر إرادة المرأة الليبية، ومن أجل عقابها، من أجل عقابها وعقاب الرجل لأنه تجرأ على الانتفاضة على القذافي. عندما أتحدث عن المرأة الليبية أقول إنه المرأة هي وقود هذه الثورات، هي التي تشتعل، هي التي الشمعة التي تنطفئ كل يوم من أجل أن تضيء للرجال ومن أجل أن تضيء للشباب. عندما تخرج في مجتمع محافظ كالمجتمع الليبي امرأة وتتعرض للاغتصاب وتخرج للشارع وتتكلم وتصيح بأعلى صوتها، فهذه هي تاج يضع على رأسها، وعلى المجتمع أن يعي بذلك، على المجتمع أن يخرج أيضا من ثقافة العار التي يقتل بها ويدفن بها المرأة المغتصبة أثناء الثورات، يقتلها مرتين، المرة الأولى عندما يغتصبها ذئب آدمي ويعتدي عليها ويقتلها جسديا، والمرة الثانية عندما المجتمع في بعض التصرفات حتى أحيانا العائلة تتخلى عنها. أصوب نظري أيضا إلى سوريا وإلى نساء سوريا اليوم، انظري إلى حالات الاغتصاب، كل مرة تأتينا أشياء يعني ومناظر فظيعة، ولكن ما خفي كان أعظم. أتحدث أيضا عن المرأة التي تفقد زوجها، التي يموت أمامها زوجها، أتحدث عن المرأة التي يعني يتحرق أو يحترق أو يتفحم ابنها أمام عينيها عندما يقصف بيتها بصاروخ سكود، وترى أولادها بثلاث أولاد، أنا رأيت بأم عيني امرأة تفقد ثلاث أطفال صغار ما زالوا لحما طريا أمام عينيها. هذه المرأة لا يمكن أن يعوضها شيء، لا يمكن أن يعوضها لا مال الدنيا ولا اعتذارات العالم كله ولا ما يمكن أن ينفذ في من اعتدى عليها ومن أعطى الأوامر. ولذلك نحن علينا أن نعي جيدا نقطة ربما لا يتفطن لها الناس الكثيرون، أن المرأة التي تمر بهذه الحالات لن يستطيع أن يكسرها أحد بعد ذلك. طيب انتقلت بنا منجية إلى السؤال الذي يتراود كل ما عددته من الخسائر ومن التضحيات التي قدمتها المرأة خلال الثورة، بعد الثورة ما هي المكاسب التي حققتها؟ هل فعلا الضحية هي كانت الضحية بشكل الأول، هل فعلا وقفت أو حققت مكاسب التي على الأقل تضمن وجودها بعد هذا الربيع العربي؟ فضلك. نعم، أولا اسمحي لي أن أقول لك أن أول ضحية في تونس كانت أم بوعزيزي الذي حرق نفسه، هي كانت الضحية الأولى وكانت امرأة، وكلنا شاهدناها على التلفزيون التونسي وغير التونسي. الضحايا الأول هم اللاجئين، خاصة النساء والأطفال بسوريا. عدد اللاجئين من الأطفال والنساء يبلغ أكثر من 800 ألف، يعني معظم اللاجئين السوريين المسجلين حتى الآن هم من النساء والأطفال. أنا أعتقد أن المرأة هي بالفعل البطلة، هي بالفعل المجاهدة، هي بالفعل قائدة هذه الثورة بصمودها أولا وأخيرا. أما بالنسبة لنتائج متى تكون، أعتقد أن لا نستطيع الحديث عن نتائج، لأن هذه الثورات كما ترين لا تزال في طور، يعني لا نعرف نتائجها، هي بالفعل تتقدم وتتراجع، وهناك خوف كبير أنها تتراجع هذه الثورات أكثر من ما تتقدم. هناك بالواقع واقع أمني أليم في مصر، هناك واقع أيضا أفضل ربما إلى حد ما في تونس، واقع أليم جدا في ليبيا، ليس فقط أمنيا ولكن أمنيا وسياسيا وإلى آخره. على الصعيد السياسي هناك صراع إيديولوجي تقريبا نشهده بشكل يومي بين الأحزاب، هذا التوظيف للعنصر النسوي للمرأة في هذا الصراع، خاصة كما كنا نتكلم قبل الفاصل على نظام الكوتا، على أنها تحدد نسبة معينة للمرأة بغض النظر على هذه المرأة ومكوناتها أو مؤهلاتها، ولكنها المهم أنها تكون موجودة لإرضاء هذا الطرف أو ذاك، أو الضغط على طرف هذا أو ذاك. فكيف أنت ترين هذه السياسة التي جاءت بعد الربيع العربي في التعامل مع المرأة؟ أولا دعيني أقول لك أن كان أسعدني كثيرا أن العديد من النطقات باسم الثورة خاصة في سوريا هم من النساء. صحيح. وهذا شيء بالواقع جد، والمؤتمر الوطني هناك أكثر من سيدة أيضا عاملة، لا يكفي، لابد أن يكون المزيد، ولكن أنا أعتقد أن الضحية الأولى في كل هذه الثورات هي المرأة.
أما بالنسبة لسؤالك، أعتقد كنت تتحدثين عن الإعلام أو عن نتائج الثورة. نعم، عن نتائج الثورة على صعيد تحول الصراع إيديولوجي. الأحزاب أصبحت الآن هنا تقريبا بهذا النظام، تكلمنا عليه نظام الكوتا، أصبح توظيف للمرأة. ربما البعض من النساء يحز في صدورهم أنهم يتمنوا يتوظفوا بهذا الشكل، مع أنهم ما يؤخذوش على أساس نضال حزبي وعلى أساس كفاءة سياسية توصلهم أنهم يكونوا في البرلمان، فقط يتم انتقاء لملء قوائم. نعم. وبهذا الشكل يقولوا يضمنوا بأننا في ديمقراطية ومثلنا المرأة أحسن تمثيل. نعم. في هذه نحن في لبنان لدينا مثل يقول ضحك على الذقون. حتى نحن نستعملها. نعم، أنتم تستعملونها. أنا أقول لك هذا لا يكفي، وهذا مضحك وهذا مشين، وأنا أعتقد أن المرأة تعي ذلك يعني بكل وضوح. هذه الأنظمة الآتية ليست أفضل من سابقاتها بالنسبة للمرأة حتى الآن، لأن النسبة كما قالت الأخت منجية انخفضت حتى في البرلمان المصري وفي البرلمان التونسي. أقول مرة أخرى أنه على المرأة أن تأخذ حقها بيدها. الرجل والمجتمع كما هو اليوم لن يعطي هذه المرأة حقوقها، هي عليها أن تناضل لتصل إلى ما تريد أن تصل. أنا أعتقد أيضا أن المرأة هي اليوم بوضع أفضل، لأن المرأة بشكل عام أكثر تعليما. عندما تتحدثين عن 57 أو 58% من خريجين في المملكة العربية السعودية من النساء، معناها أنه نحن تقدمنا كثيرا في مجال التعليم. طبعا هناك سيدات كثيرات في المغرب العربي وفي مصر أميات، وعلينا أن نعمل كثيرا. أنا أعتقد أن أمام المرأة تحدي كبير، وهو التعلم والتعليم. علينا أن نعلم أننا لن نتقدم حتى ننهي الأمية في العالم العربي، وخاصة بالنسبة للنساء. وأنا أعتقد أن الثورة لابد وأن تكون أيضا ثورة على الأمية. الأمية أكبر عدو للمجتمعات العربية، لأنك أنت إذا علمت إنسان لن يكون بحاجة إلى أن تطعميه، لن تكون وصية عليه. نعم، فهو إن شاء الله سيستطيع إيجاد فرص عمل. أيضا فرص العمل، أنا أعتقد أن بالنسبة للثورات كما ترين اليوم، حرق إنسان نفسه في تونس لأنه رجل عمره 27 سنة، لأنه لم جاء من الريف ولم يستطع أن يجد عمل، فحرق نفسه وهو يصارع حياته ونحن نتحدث هنا في الاستوديو. فإذا المشكلة هي نفسها. هذا أبو عزيز ثاني بعد سنتين من الثورة التونسية. المشاكل للأسف لن تحلها هذه الثورات بعد. نحن بحاجة إلى النظر إلى الثورة التي تثور على مشاكلنا الحقيقية من التعلم ومن التعليم ومن أيضا الفساد ومن الديمقراطية. لن تأتينا فقط هبة. نعم. من نعم. السماء. تحتاج إلى ممارسة. نعم. وتحتاج إلى اجتهاد. نعم. نأخذ إذن أيضا وجهة نظر إعلامية بالإضافة إلى وجهة نظر أستاذة بارعة. معنا خديجة بن جنة الإعلامية الجزائرية في قناة الجزيرة. أرحب بك خديجة. أهلا بك في هذا النقاش عبر البلاتو والحديث عن المرأة العربية. خديجة بن جنة، كيف تنظر إلى المرأة العربية في هذا الخضم التحول السياسي الكبير؟ ماذا كسبت المرأة؟ ماذا فقدت؟ كيف تغيرت الأمور من حولها؟ تفضلي. إذا تحدثنا عن دول الربيع العربي، ربما الصورة من الخارج ستبدو لنا سوداوية وسلبية، لأنه بالفعل يعني أعداد النساء في البرلمانات ربما زادت. لو شفنا البرلمان مثلا الليبي سنجد أنه عدد النساء يعني أصبح 33 عضوا، اللي هو يقارب تقريبا ثلث أعضاء البرلمان الليبي. ربما نفس الشيء بالنسبة لل تونس، وقد تصحح لنا الأستاذة المنجية بالتأكيد عندها إحصائيات أكثر دقة مني. ولكن بسمة، المشكلة ليست في الأعداد، لأن الأعداد تزيد وتنقص، ولكنها ليست في الواقع، ليست معبرة عن مأساة المرأة العربية في العالم العربي. أنا أتفق تماما مع، وإن كنت قد التحقت بكنا متأخرة، لكن كنت أستمع الآن إلى الأستاذة بارعة. مشكلتنا الأساسية هي مشكلة الجهل ومشكلة الأمية.
لأنه لا ننسى أن الأمية متفشية أكثر في أوساط النساء. وأحب أن نؤسس في نقاشنا هذا دائما النقاش على يعني إحصائيات ومعلومات مؤكدة ودقيقة. إذا عدنا إلى التقرير، تقرير الأمم المتحدة للتنمية الإنسانية الرابع لقبل سنوات صدر، يعني هو بعد عملية قام بعملية مسح شاملة من خلال عدد من الخبراء في المنطقة العربية، وتوصل إلى نتيجة مفادها أن المرأة العربية هي المرأة الأقل إنتاجا على مستوى العالم. فلنا أن ننطلق من هذه المعلومة يعني للأسف المحزنة، حتى أنهم أعطى معلومة بأن المشاركة كانت بنسبة 5% 5.1 في الوطن العربي ككل، بالمقارنة نجد في أوروبا تصل النسبة حتى 25% للمشاركة المرأة. ولكن السؤال المطروح هنا، مع الثورات العربية هي جو جديد، وربما الذين وصلوا إلى النظام أو وصلوا إلى الحكم بعد الثورات العربية الكل يعطيهم ربما عذر ويقول بأنه غير مهيئين لممارسة الحياة السياسية، بما ذلك المرأة. ولكن السؤال المطروح اليوم، هل نترك المرأة تمشي في طريقها وتؤسس لنفسها ثم تشارك في السياسة، أو نضعها وندرجها ضمن نظام الكوطة اللي تكلمت معها مع الأستاذات؟ ما رأي الأستاذة خديجة بن جنة في هذا؟ والله الكوطة أنا في رأيي هو يعني صدقة أو منة تتقدم بها السلطة للنساء، وهي لا تعبر عن 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 الواقع كما هو. يعني لو تحدثنا اليوم عن بعض النماذج الموجودة أمامنا، سنجد أنه بناء على نظام الكوتا هذا، الدول العربية تتصدر العالم، وليس العالم العربي، العالم كله في عدد البرلمانيات النساء. يعني خذي على سبيل المثال الجزائر، عندك 148 نائبة. نعم، الأولى إفريقيا. عفوا، أصبحت الأولى إفريقيا بعدد النائبات في البرلمان. والله مش الأولى إفريقيا، هي أصبحت الآن تتصدر دولا مثل يعني قبل تصنيفها قبل فرنسا وقبل سويسرا وقبل حتى الولايات المتحدة الأمريكية. لأنه لو نشوف عدد النساء في الكونغرس الأمريكي الجديد اللي يضم حاليا 100 امرأة، يعني 80 امرأة في مجلس النواب، وعندك 20 امرأة في مجلس الشيوخ، يعني المجموع هو 100 امرأة في الكونغرس الأمريكي من مجموع أعضاء الكونغرس 535. يعني المرأة الجزائرية أصبح ترتيبها تقريبا أكبر يعني قبل المرأة الأمريكية. صحيح. ربما نفس الشيء أيضا بالنسبة لدول أوروبية أخرى، يعني سويسرا وفرنسا أيضا تأتي بعد الجزائر. فهذه يعني نكتة ليست مضحكة، في الواقع محزنة، لأنه بعض الدول تسعى إلى تجميل الواجهة السياسية للبلد من خلال رفع عدد النساء في البرلمانات في انتخابات يعني عليها 1000 سؤال حول نزاهتها. وبالتالي يعني من غير المنطقي ومن غير المعقول أن تقفز النسبة بين عهدتين انتخابيتين، أن تقفز النسبة يعني من إلى المرتبة 25 على ما أعتقد الآن تصنيفها عالميا، بينما كانت في العهد السابق 122. يعني من 122 إلى عالميا إلى المرتبة 25 في عهدة يعني لم تتغير الذهنيات ولم تتغير عقول الناس وطرق تفكيرهم، ما زالت نفس الأنماط التفكيرية الذهنية. فيعني غريب جدا أن تحدث هذه القفزة بين عشية وضحاها. ولهذا أنا أقول أنه هذه واجهة تجميلية يقوم بها جراح تجميل سياسي ليقدم البلد على أنه بلد يحترم حقوق المرأة. وكلنا نعرف أنه أيضا حقوق المرأة أو وضع المرأة في أي دولة هو من مقاييس الحكم الراشد بمقاييس الأمم المتحدة. فللأسف الشديد هذه اللعبة يعني بالفعل هي يعني صممت ودفدت بنفذها العقل السياسي
لكن أعتقد أنه نفذها بغباء، لأنه يعني الناس على درجة من الوعي ومن الذكاء، بحيث أنه معادلة رياضية بسيطة بالقياس مع الذهنيات الموجودة في بلد مثل الجزائر يمكن أن تنتبه إلى أنه لا يمكن أن يعني تتغير طرق تفكير وأنماط التفكير في الجزائر في خلال 4 أو 5 سنوات لتنزل المرتبة من 122 إلى المرتبة 25 عالميا. ولا يمكن أن نصدق بأنه المرأة تتمتع بحقوقها السياسية والاجتماعية وحقوق كل حقوقها أكثر مما تتمتع به مثلا المرأة السويسرية أو الفرنسية أو المرأة الأمريكية. فهي المسألة في الواقع ليست مسألة أرقام وأعداد، أسطورة الأرقام عفى عليها الزمن، يعني أسطورة أكل عليها الدهر وشرب. اليوم فكرة أنه عندنا أكبر جامعة في العالم أو أن أكبر جامعة في إفريقيا أو أن أكبر منجم أو أن أكبر، هذه كلها مسائل يعني أصبح عقل الإنسان لا يستوعبها ولا يصدقها. وربما أصبح العقل السياسي اليوم بحاجة إلى اختراق طرق يعني مخادعة أو خداع جديدة للناس. طيب خديجة بن قنا الإعلامية في قناة الجزيرة، نشكرك جزيل الشكر على إثرائك الموضوع معنا الليلة. إذن ما في خلاصة القول في الدقائق الأخيرة، نريد أن نعلم ضيفتين متفائلتين أو متشائمتين بما هو قادم أمام المرأة. أبدأ بأستاذة منجية. أنا ربما سأبدأ من حيث ختمت خديجة. الكوتا طبعا ليست أو المناصفة عنا الآن بتونس ربما تكون منا، ولكن أنت يعني عندما تعيشين في مجتمع خاصة يخطو خطواته الأولى نحو الديمقراطية يجب أن تصغي لكل الأطراف، وأكثر نحن الأطراف اللي دعت إلى ذلك هي الأطراف الليبرالية في تونس، واشترطت أن يكون ذلك ما قلنا لإحراج الإسلاميين. ولكن أنا أعتقد أنه نتمسك بهذا المبدأ في البرلمان، وأنا أيضا ربما قد أذهب يعني إلى أكثر من ذلك، إنه التنصيص علي حتى في الدستور الجديد. ومنها تنطلق المرأة، يعني هي فقط ليست كافية، الكوتا أو المناصفة ليست كافية، ولكن يجب أن يكون معها أو يوازيها في نفس الوقت ورشات تثقيفية، ورشات تدريبية لأسس الديمقراطية، لأسس التعايش السلمي بين مختلف الأطراف بكل توجهاتها. كيف نؤسس وفاقا وطنيا، كيف نؤسس أرضيا نجتمع عليها كنا كمواطنين، لا فرق بين أحد منا في الحقوق وفي الواجبات، وهذا مهم جدا. يعني كل هذه التجاذبات السياسية التي تجعل كل جهود المرأة وكل ألام المرأة تذهب سدى، يعني لا نجد لها حلولا، تزيد التنبلة وتعسر عملية الانتقال الديمقراطي بالنسبة للمرأة. وأظن إذا وصلنا بهذه الطريقة ستخسر المرأة كثيرا من هذا. ستخسر المرأة كثيرا، وقالت النصائح اللي قدمتها للمرأة. الأستاذة بارعة، ماذا تقدم نصائح المرأة العربية؟ أنا متفائلة ولكنني خائفة صراحة. متفائلة بماذا؟ متفائلة لأنني أجد في المرأة مناضلة كبيرة أنا شخصيا لم أعرف أنها موجودة قبل هذه الثورات. ما أراه في سوريا، ما رأيته في تونس، ما رأيته في ليبيا، ما أراه في العالم العربي ككل، ما رأيته حتى في بلدان التي والحمد لله لم ترى ثورات حتى الآن، لأن لا نريد ثورات على هذه على هذا، نريد ثورات تحقق بالفعل مكاسب للإنسان العربي. فإذا أنا أقول لك أنني متفائلة لأنني أرى نواة سيدة لن تعود إلى الوراء، هذا ما لكنني خائفة أن تقمع، أن تقمع وأن تغتصب وأن تقتل. لكنني أعتقد أن أي حراك بحياة الإنسان لابد وأن تواكبه الآلام والمصاعب. أنا متفائلة أيضا لأنني أجد أن المرأة إلى حد كبير أصبح لديها أمثلة مشرقة في عالمنا العربي يمكن أن تنظر إليها. وأنا بالواقع سعيدة أنني دعيت إلى هذه الحلقة. شكرا. الشكر لك وللأخت خديجة ولمنجية وللأخت زينب التي شاركتنا، لأنني أرى في هذه الحوارات شيء مفيد لنا جميعا. أكيد. لنتعرف ولنستمع إلى بعضنا الآخر، وإلى الأمام إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك جزيل الشكر الأستاذة بارعة عالم الدين، وأشكر الأستاذة منجية لإثراء النقاش. شكرا. وأشكر أيضا ضيفتي اللواتي كانوا على الهاتف، الأستاذة خديجة بن قنا والأستاذة زينب عزوز. إذن مشاهدي الكرام، هذه هي كانت تغطية
حلقيتنا الخاصة حول واقع المرأة العربية في خضم التحولات السياسية المعاصرة. نشكركم على حسن متابعتكم واهتمامكم، وإلى اللقاء.